السلام عليكم. اهتزت ولاية قسنطينة اليوم السبت على وقع فاجعة أليمة راح ضحية ومناصر للمنتخب الوطني. وحسب الأخبار المتداولة على أوسع نطاق في مواقع وصفحات إلكترونية ناشطة على الفيسبوك، فقد توفي اليوم السبت أحد المناصرين للمنتخب الوطني الجزائري أثناء مشاهدته لمباراة الجزائر ولبنان والتي فاز فيها المنتخب الوطني بثنائية نظيفة في الشوط الثاني. وليست هذه المرة الأولى، إن عرفت الجزائر منذ أيام فقط وفاة فتاة من ولاية البليدة في مقتبل عمرها بسكتة قلبية مفاجئة بعد تسجيل رياض محرز لهدف في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو. ودعا ناشطون ومختصون في الشأن الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي كل المناصرين المصابين بأمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والضغط والسكري إلى العزوف عن مشاهدة هذه المباريات وخاصة الحاسمة منها لتفادي مثل هذه الفواجع الأليمة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.